بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شرح سريع لواجب شابتر او شاب او اكسرسايز لسكشن 2.2. تقريبا اغلب الاسئله مباشره، ما في اي افكار، مجرد انت بس تعوض وتطبق العمليات على المصفوفات. طيب، سؤال رقم 1 و3 و4، وقال لي في الاكسرسايز هذه كلها اساسا من 1 إلى 6، اعطى قيمه الاي تساوي 3 عدد، وقيمة البي تساوي سالب 4 عدد. قال لك اعمل لي العمليات التالية على المصفوفات. اوكي، اعمل لي العمليات التالية على المصفوفات. لاحظوا معايا في سؤال رقم 1، تضرب ال A اللي هو قيمته 3 في المصفوفة A، وتجمع عليه ال B small في ال B capital. ال B small يعني تضرب المصفوفة B في سالب 4 والمصفوفة A في 3 وتجمعهم، بس جمع عادي جدا. طبعا الحل، يعني عشان لا تطول في الحل، انا كاتب الحل هنا، بس نتبع الحل كالعاده. حنزل الملف ان شاء الله في وصف الفيديو. شوفوا، هو قيمه الاي تساوي 3، قيمه البي تساوي 4، واعطاني المصفوفه اي. شوفوا هو هذه المصفوفه اي، هذه المصفوفه بي. اضرب اول شيء الاي في 3. لاحظوا معي، لما ضربت الاي في 3 ضرب عادي جدا، أضرب كل عناصر المصفوفة في 3، يعني 3 في 1 3، 3 في 2 6، 3 في 3 9، 3 في 4 12، زائد أضرب المصفوفة B في الB اللي هو العدد اللي هو كم يساوي سالب 4. فين المصفوفة B؟ المصفوفة هنا، سالب 4 في 0 بصفر، سالب 4 في 1 سالب 4، سالب 4 في سالب 1 هنا 4، سالب 4 في 2 يعطينا كم؟ سالب 8. انتهى الحل، خلاص. اجمع الاول مع الاول، الثاني مع الثاني، الثالث مع الثالث، الرابع مع الرابع، العناصر المتناظرة زي ما تعلمنا. 3 زائد 0 3، 6 ناقص 4 2، 9 زائد 4 13، 12 ناقص 8 4. انتهى الحل. فقرة بي، خلاص. سؤال رقم 3، نرجع نقرأ السؤال. سؤال 3 نفس الطريقة، بس أعطاك عمليات أخرى، اللي هي أنك إيش؟ تضرب الـ A في الـ B في المصفوفة B. وسؤال رقم 4، تجمع الـ A زائد B تضربه في المصفوفة B. عادي جدا، يعني عمليات جدا بسيطة وسهلة. تجي في الاختبار وحرام ضيع عليها درجات. أضرب الـ A في الـ B، يعني الـ A 3، الـ A small والـ B small اللي هي عدد، أضربها في بعض 3 في سالب 4، كم يعطيك سالب 12، أوكي؟ سالب 12 هذا الرقم اضربه في المصفوفة بي. المصفوفة بي عبارة عن ايش؟ 0 1 سالب 1. اضرب الاول في سالب 12 والثاني في سالب 12 والثالث في سالب 12 وهكذا. سالب 12 في 0 0، سالب 12 في 1 سالب 12، سالب 12 في سالب 1 12، سالب 12 في 2 سالب 24. وانتهى الحل. السؤال اللي بعده، اوكي، عندكم سؤال 4، اي زائد بي، احنا اجمع العددين اضربهم في المصفوفة بي. اجمع 3 ناقص 4 كم فيها؟ سالب 1، صح؟ اوكي، سالب 1 اضربه في المصفوفة بي. فين المصفوفة بي؟ بكل بساطة، سالب 1 في 0 بصفر، سالب 1 في 1 بسالب 1، اوكي، سالب 1 في سالب 1 يعطيك 1، سالب 1 في 2 يعطيك سالب 2. انتهى الحل. بس اسئلة جدا مباشرة، عمليات جدا بسيطة، تجي زيها في الاختبار، يعني حرام واحد يضيع فيها درجات. طيب، سؤال رقم 9، خلينا نشوف سؤال 9، نقرأه من المذكرة، نرجع نشوف ايش السؤال. بس سؤال 9 قال لي انا اعطيتك مصفوفات A و B و C و O. سؤال 9 و 12 و 14 قال لك اجري لي عمليات على هذه ايش المصفوفات، علما بأن أعطاك، وين رحنا؟ علما بأن أعطاك عدد C يساوي سالب عدد سكيلر. أقدر أضرب أي سكيلر في مصفوفة، عادي جدا. فأجي أمسك الآن أول شيء، طالع أول شيء سؤال رقم 9، قال لك B، أوكي، مصفوفة B تنضرب فيه بين قوسين المصفوفة C في A. أول شيء، إذا في أقواس انتبه للأقواس. أول شيء أجري عملية ضرب المصفوفة C في المصفوفة A، والنات يضرب في المصفوفة بي، واضح؟ هذا السؤال 9، تعالوا نشوف. طبعا المصفوفة بي هذه هي
مصفوفة سي هذه هي مصفوفة A هذه. أول شيء أضرب سي مع A، النات يضربه في B. تعالوا نشوف وين التمارين، وين التمارين أهو. لاحظوا معايا هي كانت إيش، كان عندكم هنا بين قوسين سي في A صحيح، هنا في B. فأول شيء أضرب المصفوفة سي في A، المصفوفة سي هذه هي، هذه المصفوفة إيش A حلو. أضربهم أول شيء أضرب في الأقواس. لاحظوا إنه عملية الضرب عشان تكون صحيحة لابد أن تكون الداخل يساوي إيش اللي هو اللي جوا يساوي اللي جوا ده، اثنين اثنين إذا الضرب صحيح فاطلع الخارج مع الخارج والناتج اثنين في ثلاثة، الجواب حيكون عندي مصفوفة من صفين وثلاثة أعمدة هو الناتج. حلو. طيب جيت نزلت أول شيء هذا زي ما هو، أجري عملية الضرب على هذه المصفوفتين زي ما تعلمنا. صف الأول انضرب في العمود الأول، يلا العنصر الأول مع الأول، صفر في واحد بصفر زائد واحد بصفر بصفر فصار عندك صفر. بعدين صف الأول في العمود الثاني، صفر في اثنين بصفر، واحد في واحد بواحد، كتبت الواحد. بعدين صف الأول في العمود الثالث، صفر في ثلاثة بصفر، واحد في سالب واحد بسالب. خلص من الصف الأول، أمسك الصف الثاني في المصفوفة هذه، صف الأول في العمود الأول، سالب واحد في واحد بسالب واحد زائد الصفر سالب واحد. بعدين الصف الثاني في العمود الثاني، أوكي، أضرب سالب واحد في اثنين بسالب اثنين زائد صفر سالب اثنين. الصف الثاني الآن آخر شيء، الصف الثاني في العمود الثالث، سالب واحد في ثلاثة بسالب ثلاثة زائد صفر سالب ثلاثة. الآن هذا اللي طلع، أوكي، هذا ناتج ضرب سي في A. راح القوس حاضرب الناتج هذه المصفوفة في المصفوفة B. ألاحظ أن المصفوفة بين السايز اثنين في اثنين، المصفوفة اللي نتجت من ضرب سي في A طلعت من السايز 2 by 3، اثنين اثنين ينفع، إذا للداخل مع الداخل، إذا الخارج مع الخارج هو الناتج، فيكون عندي صفين في ثلاثة أعمدة. نفس الطريقة، بسيط جدا الموضوع. صف الأول في العمود الأول، واحد في صفر بصفر، ثلاثة في سالب يعطيك سالب ثلاثة، انتهيت. الصف الأول في العمود الثاني، واحد في واحد، ثلاثة في اثنين بسالب ستة زائد يعطيك سالب خمسة، أوكي. بعدين الصف الأول في العمود الثالث، واحد في سالب واحد بسالب واحد، ثلاثة في سالب ثلاثة يعطيك سالب تسعة، وسالب يعطيك سالب عشرة، أوكي؟ طيب، خلصنا من الصف الأول، أجي في الصف الثاني، الصف الثاني في العمود الأول، سالب واحد في صفر بصفر، اثنين في سالب واحد بسالب اثنين، حلو. خلصنا من إيش العمود الأول، أجي الصف الثاني في العمود الثاني، سالب واحد في واحد بسالب واحد، اثنين في سالب يعطيك سالب اثنين، أوكي؟ دقيقة بس. سالب اثنين في سالب يعطيك سالب أربعة، وناقص واحد يعطيك سالب خمسة. حلو؟ طيب، الصف الثاني في العمود الثالث، سالب واحد في سالب واحد يعطيك واحد، اثنين في سالب ثلاثة يعطيك سالب ستة، يطلع معاك الجواب سالب خمسة. حلو؟ انتهى السؤال. السؤال 12 قال لك اجمع لي المصفوفة سي مع او والناتج اضربه في بي. عادي، نرجع نشوف المصفوفة اللي عندكم، المصفوفة سي مع او والناتج يضربه في بي. انتبه للأقواس، اول شيء اجري العملية لداخل الأقواس، بسيط ما في شيء، يعني كل عمليات عادية جدا يا جماعة الخير، ما في اي اشكالية في الاسئلة هذه، اسئلة جدا بسيطة وسهلة. جيت كتبت المصفوفة اول، حطيت القوس، نزلت المصفوفة بي، القوس هذا اللي بالاسود احطه هنا الان بالازرق، هذا عبارة عن سي زائد او، نزلت المصفوفة سي، جت المصفوفة أو، أجمع الأول مع الأول، والثاني مع الثاني، والثالث مع الثالث، صفر زائد صفر صفر، واحد زائد صفر واحد، سالب واحد زائد صفر سالب واحد، صفر زائد صفر صفر. هذا ناتج سي زائد أو لكام جوة القوس. أضرب ذا في مصفوفة بي اللي هنا، كيف أضرب؟ الصف الأول مع العمود الأول، واحد في صفر بصفر، ثلاثة في سالب واحد يعطيك سالب ثلاثة. بعدين صف الأول العمود الثاني، واحد في واحد بواحد زائد ثلاثة في صفر يعطيك إيش؟ صفر زائد واحد واحد، وهكذا. الصف الثاني في العمود الأول، سالب واحد في صفر
صفر، اثنين في سالب يعطيك سالب اثنين. طبعا اجمع كل ما هذا اجمع. الصف الثاني في العمود الثاني سالب واحد في واحد وسالب واحد زي صفر يعطيني سالب واحد، انتهى الحل. السؤال 14 قال لي السي سمول، ركزوا معايا، سي سمول هو سكيل اضربه في المصفوفة A، اوكي، والناس ينضرب في المصفوفة B. نرجع نشوف قيمة السي سمول كم كانت، نرجع سي سمول سالب اتنين، فاضرب، لاحظ معايا، اضرب السالب اتنين في المصفوفة A. هنا سؤال 14 على كل عناصر المصفوفة A تقوم بضرب سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، سالب اتنين في سالب في اتنين، سالب اربعة، سالب اتنين في ثلاثة، سالب ستة، وهكذا، اوكي. بعدين ايش الناتج تضربه في بي، بس خلاص انتهت المسألة. يعني اسئلة جدا بسيطة. اذا طالع شوفوا اهو، تغيرت المصفوفة ايه، انضربت كل عناصرها في سالب اتنين، صار عندي مصفوفة بس انضربت في عدد، ما حيتغير السادسة بقى لا صفها ولا عمودها. اقوم بضرب المصفوفة بي في المصفوفة الناتج من ضرب العدد سالب اتنين في المصفوفة A. الصف الأول في العمود الأول واحد في سالب اتنين سالب اتنين، بعدين الصف الأول في العمود الثاني واحد في سالب أربعة سالب أربعة وسالب ستة يعطيك سالب عشرة، بعدين الصف الأول في العمود الثالث واحد في سالب ستة، ثلاثة في اتنين ستة ناقص ستة يعطيك صفر. خلصنا من الصف الأول. الصف الثاني في العمود الأول سالب واحد في سالب اتنين يعطيك اتنين زائد صفر يعني اتنين. بعده الصف الثاني في العمود الثاني سالب في سالب يعطيك موجب أربعة، واثنين في سالب اتنين يعطيك سالب أربعة، يطلع معاك الجواب صفر، أوكي. الصف الثاني في العمود الثالث سالب واحد في سالب ستة ستة، واثنين ناقص اتنين يعطيك كم؟ أربعة، ستة، شوف كده ستة دقيقة، ستة زائد أربعة عشرة، واضح، أوكي. طيب انتهى السؤال. شوف السؤال بعد السؤال 19 قال لي اضربي المصفوفة A في نفسها A تربيع. لما يقول لك A تربيع في المصفوفات أو B تربيع أي رقم المصفوفة، معناته أنك تضرب المصفوفة نفسها، يعني B في نفسها A في نفسها عادي. أعطاك المصفوفة A عبارة عن واحد واثنين وصفر وسالب واحد، تيجي تضرب جنبها نفس المصفوفة، تضرب في نفسها يعني عادي جدا. بنفس الطريقة اضرب الصف الأول في العمود الأول واحد في واحد زائد صفر يطلع واحد، بعدين الصف الأول في العمود الثاني واحد في اثنين باثنين، اثنين في سالب اثنين بسالب اثنين زائد واحد يعطيك ايش؟ اوكي؟ زائد شوفوا واحد في اثنين باثنين، اثنين في سالب واحد بسالب اثنين، اثنين ناقص اثنين الجواب صفر، واضح؟ خلص من الصف الأول. أجي في الصف الثاني مع العمود الواضح هذا صفر صفر يعطيك صفر، اوكي؟ الصف الثاني في العمود الثاني صفر في اثنين بصفر سالب واحد وسالب واحد سالب واحد ضرب سالب يعطيك ايش؟ موجب واحد. صفر زائد واحد يعطيك ايش؟ واحد، اوكي. علمتكم على الضرب جدا بسيط. طيب سؤال 23 اعطاك مصفوفه ايه اعطاك المصفوفه ايه اللي هي عباره عن ايش؟ نرجع كده نشوف سؤال 23 بس اقرا لكم السؤال. سؤال 23 و24 قال لك في فقرة يجيب الـ A ترانسبوز، فقرة بي اضرب الـ A ترانسبوز في الـ A، وفقرة سي اضرب الـ A في الـ A ترانسبوز. أعطاك المصفوفة A هنا في فقرة عادي. الترانسبوز إيش يعني ترانسبوز؟ أقلب الصف عمود بس. يلا ها، في المصفوفة الأولى كان عبارة عن إيش؟ هذه الـ A عبارة عن أربعة اثنين واحد صفر واثنين وسالب واحد، أجيب الترانسبوز لها، الصف هذا ينقلب عمود أول، الصف الثاني ينقلب عمود ثاني، بس وهكذا، أوكي؟ بسيط جدا ترانسبوز. طيب بعدين بعد ما جبت الـ A ترانسبوز أضرب الـ A ترانسبوز في الـ A، هذا الـ A ترانسبوز وهذا الـ A، ضرب عادي جدا ما أتوقع فيه إشكالية. صف أول في عمود أول، صف أول في عمود ثاني، صف أول في عمود ثالث، اوكي. يعني شوفوا أربعة في أربعة 16 زائد صفر في صفر صفر صار 16. بعدين الصف الأول هذا في العمود الثاني أضرب أربعة في اثنين بثمانية زائد صفر اثنين بصفر يعني الجواب يساوي ثمانية. طيب الصف الأول
في العمود الثالث 4 × 1 × 4 = 0.4 وهكذا، يعني توقع ما جدا سهل، خلاص تضرب يطلع معك الجواب. فقرة سي برضو قال لك اضرب الاي في الاي ترانسبوز عادي، الاي يعني اعكس هذول الاثنين واضرب صف اول في عمود اول، صف اول في عمود ثاني، صف ثاني في عمود اول، صف ثاني في عمود ثاني. توقع مو جدا بسيط، اوكي. وعارفين كيف نوتج ناتج السايز تبع الضرب، يعني شوفوا معي هنا كمثال، هنا هذا المصفوف 2 × 2 = 3، هذه 3 × 2، الداخل مع الداخل يساوي بعض، اذا الخارج مع الخارج هو ايش السايز الجديد، يعني 2 × 2، واضح. وهكذا يعني اسئله جدا بسيطه وسهله جدا. سؤال 24 بنفس الفكرة، فقرة A و B و C نفس الفكرة، ما في أي شيء جديد. سؤال 31، شوفوا سؤال 31 قال لي أثبت لي إنه A في B الكل مرفوع للترانسبوز يساوي B ترانسبوز في A ترانسبوز، أثبت. طيب كيف أثبت؟ يعني أمسك الطرف اليسار واجب ناتجه، وبعدين امسك الطرف اليمين واجب ناتجه. طيب ايش اسوي؟ لاحظوا معايا هنا جوا الاول شيء عندي ظرف، اضرب الاي في البي والناتج اعمل له ترانسبوز، لازم يطلع. لو انا اخذت الاي سويت لها ترانسبوز، او البي سويت لها ترانسبوز، والاي سويت له ترانسبوز وضربتهم في بعض، لازم يطلع نفس الجواب. لاحظوا معايا كيف المفكوك، المفكوك عكس اي في البي ترانسبوز، دائما تعكس بي ترى تبدا من اليمين، بي ترانسبوز في اي ترانسبوز. يعني مثلا لو قال لك مثلا هنا قال لك جوا في القوس بي في الاي ترانسبوز، ركزوا معايا هنا حتمشي من اليمين، حتقول تفكهم اي ترانسبوز في البي ترانسبوز، عادي جدا ما في شيء. طيب ها هذه المصفوفه، لاحظوا معايا هذه اي في بي، شوفوها هنا كرتهم. اول شيء اضربهم صف اول عمود اول، سالب 1 في سالب 3 × 3، 1 × 1 كم يعطيك 4، اوكي، سالب 2 × 1 يعطيك سالب 4 − 2 = 2، وهكذا. اتوقع الضرب عادي، هذا طلع الناتج. اخذ له ترانسبوز، يعني اقلب الصف عمود، يعني 2 و4 الصف هذا صار انقلب عمود، شوفوا سالب 5 و سالب 1 انقلب عمود ثاني، اوكي. انا لازم اذا انا هذا الطرف اليسار صار هذا الجواب، الطرف اليمين انا عندي المصفوفه A و B، اخذ البي لها ترانسبوز والA ترانسبوز اضربهم في بعض، هذا لو عمله ترانسبوز الصف اول يقلب عمود اول، الصف الثاني يقلب عمود ثاني، الصف الثالث يقلب عمود ثالث. ايضا بنفس الطريقه الاي ترانسبوز، الصف هذا انقلب عمود اول شوفوا هنا، والصف الثاني انقلب عمود ثاني شوفوا هنا. قم بعمليه الضرب عاديه، صف اول في عمود اول، صف اول في عمود ثاني، وهكذا. اضرب الصف الاول ده في العمود ده والناتج اكتبه هنا، الصف الاول في العمود الثاني والناتج اكتبه هنا، الصف الثاني في العمود الاول والناتج اكتبه هنا، الصف الثاني في العمود الثاني والناتج اكتبه هنا، حيطلع معايا لازم نفس الجواب، لازم نفس الجواب. شوفوا ده يساوي ده، انتهى الحل. بالتوفيق.